إنها القطط، كائنات تأسرنا برشاقة حركتها ويقظتها وجمالها. بعضها سريع الحركة والآخر شديد القوة، تتأقلم مع الظروف وتتخذ موطنا. أهناك قط يتأقلم مع كل التحديات والظروف؟ قط خارق يتميز بقدرة عالية على اصطياد الفرائس. كيف يبدو هذا الكائن؟ وهل يتواجد هذا الصنف المرعب من السنوريات بالفعل؟ هذا هو النمر البنغالي، أحد أكبر وأشرس القطط في العالم. يصل وزنه إلى 300 كيلوغرام، والذكر البالغ شرس بامتياز. قط الكتكوت الصغير بوزن كيلوغرامين يجلس بسهولة تحت كف النمر البنغالي. بين هذين الصنفين هناك 35 صنفا، كل منها لديه مخالب وأنياب. للوهلة الأولى جميع القطط تتشابه بشكل واضح في طبيعة جسدها، لكن الحياة تحتاج التأقلم. إذا كنت تعيش في الأدغال لا يمكنك الاختباء في مكان مكشوف. كل قط لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، وهذه القيود مقيدة للحياة الطبيعية. باستخدام الكمبيوتر ومساعدة الخبراء كل شيء أصبح ممكن. كل من هؤلاء الثلاثة لديه معرفة مختلفة بالقطط. بخبرتهم المتعددة سيقومون بوضع نموذج قط خارق من السنوريات الأساسية. اجتمعوا في مؤسسة الحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض بكارولاينا الجنوبية. باهاجيفان أنتل يرعى ويدرب العديد من القطط البرية، ومعظمها تربت على يد الإنسان. يرافق أنتل كريغ سافو من حديقة سميثسونيان الوطنية، وكريغ أريكسون المتخصص في هندسة النشاط الحيوي. عندما طلب منا بناء نموذج لقط خارق تساءلت لماذا النمر بارع في التسلق والفهد عداء سريع والأسد قوي جدا؟ إذا أردنا وضع نموذج لقط خارق علينا النظر وبناء النموذج جزءا تلو الآخر. هناك العديد من التساؤلات التي تحتاج جوابا. ما الصفة التي ستجعل القط الخارق أفضل صياد؟ أهي البراعة في التسلق أم القفز العالي؟ ما التكيفات التي ستمكن القط الخارق من أن يصبح الملك المطلق بين المفترسات؟ من الصفات التي تجعل القط خارقا السرعة في الحركة لاصطياد فريساته كلما أراد أن يأكل. حين نتكلم عن سرعة الحركة لا بد من النظر إلى الفهد. هذه سارة، تبلغ من العمر 11 عاما وتعيش في حديقة سنسنياتي، وهي أسرع حيوان على وجه الأرض. تبلغ سرعتها 98 كيلومترا في الساعة، ولكن حين تجوع الفهود في البرية تبلغ سرعتها أعلى من ذلك. لكنه التسارع الذي يجعل منافستها صعبة. وصلت سرعة الفهد ل 73 كيلومترا في الساعة بعد 275 مترا. حين رفع الجاموس الإفريقي عيناه ليرى ما الذي يحدث كان الفهد على بعد 90 مترا منه، والآن يفر طلبا للنجاة. هنا في مأوى النمور وغيرها من المفترسات يتفحص الفريق الفهد عن قرب. انظر إنه إبداع هندسي، لديه رأس خفيف الوزن وصغير جدا وأرجله طويلة أيضا. أرجل الفهد تشبه أحذية العدائين الرياضية، بطن رجله صلب جدا ومخالبه محمية بالكامل وتلامس الأرض، مما يعطيه الاحتكاك اللازم دائما. إذا نظرت إلى تركيبه الداخلي ستلاحظ أن لديه قفصا صدريا كبيرا جدا، ويحتوي على رئتين كبيرتين وقلب كبير، مما يزوده بالطاقة اللازمة للجري.
فتحتان في الفهد واسعتان وكبيرتان، وهذا يساعد على تبريد دماغه وتزويد عضلاته الكبيرة بالأكسجين اللازم للجري. السر الحقيقي وراء مقدرته على الجري مرونة عموده الفقري. الفهود لديها قدرة مذهلة على ثني ومد عمودها الفقري. أكثر من نصف كتلتها العضلية تتواجد في الأطراف الخلفية وأسفل الظهر، مما يجعل العمود الفقري مرنا كالزمرك. عندما ينطلق بسرعته القصوى تصل طول وثبته 7.5 أمتار، ويجري بمعدل 4 وثبات في الثانية. إذا استطعت الجمع بين طول وثبة كبير ومعدل جري سريع، ستحصل على قط جري خارق، وهذا هو الحال لدى الفهد. النمور في الحديقة. بمساعدة كل من أنتل وأريكسون وصافو، سنقوم بمقارنة طول وثبة الفهد بقط كبير آخر. عندما تسمع صوت الصافرة، سنقوم بإطلاق النمر في الحديقة. النمر طليق. جميل، قامت بعمل رائع. هذا النمر طوله ضعف طول الفهد مرتين، لكن الحجم ليس كل شيء. إنها في الهواء هنا. قدمها اليسرى ستلامس الأرض مرة أخرى. وثبة كاملة. وثبتها بين 3.5 أمتار وأربعة أمتار ونصف. أجل تصل لأربعة أمتار ونصف. إذا قررنا طول وثبة هذا القط بالقطط الأسرع هنا، فمن المعقول أن نفرض أن معدل الوثبة هو 4.5 أمتار تقريبا. مثير، كيف له أن يتحرك بهذه الرشاقة؟ لا يلزمها الكثير لدفع جسدها الكبير إلى الأمام. إنه لأمر مثير جدا. صحيح صحيح. بمعدل 4.5 أمتار، ما زال معدل وثبة النمر أقل من معدل الفهد ب3 أمتار. لا يمكنه الوثب أكثر، فعموده الفقري ليس مرنا كفاية. لكي يكون النمر ذو جسد علوي قوي، فإنه يحتاج عمودا فقريا صلبا جدا، وإلا لن يكون هناك دعم كاف لعضلات الأكتاف التي تمكنه من إيقاف ثور أو غيره. مع كل هذه العضلات لدى النمر، لا يمكن أن يكون عموده الفقري أكثر مرونة من الفهد. إذا تسابق الاثنان وجها لوجه، سيخسر النمر السباق بالتأكيد. إذا أردنا أن يكون القط الخارق سريعا، يجب أن يكون عموده الفقري مرنا كالفهد. لكن أثمن نعمة لدى الفهد هي أيضا نقطة ضعفه. يحتاج الفهد أرجلا متوازنة ليتمكن من الجري بسرعة كبيرة، ويأتي هذا التوازن عن طريق نسيج ضام يربط عظمتي الساق والشظية في رجله. هذا النسيج يمنعها من تدوير كاحلها كباقي القطط. هذا يعني أن الفهود لا يمكنها التسلق مثلها. القط الخارق ليس خارقا إن لم يكن قادرا على التسلق، لأن عظام السواعد والأرجل لدى الفهد متصلة بنسيج ضام، وذلك يمنعها من تدوير كفوفها للأمام والخلف، وبالتالي قبضتها ليست قوية على الأشجار. يحتاج القط الخارق عمودا فقريا مرنا كالفهد، لذا يجب أن يحصل على مهارة التسلق من قط آخر. إذا أردت النظر لمتسلق جيد، فانظر للنمر. النمور لديها عضلات أكتاف وعضلات أطراف أمامية قوية. تساعدها هذه القوة على حمل فريسة يزيد حجمها على ضعف حجمها إلى أعالي الأشجار، بعيدا عن متناول المفترسات. لسوء حظها، لا تخبئها عاليا بشكل كاف. فالأسود أيضا بارعة في التسلق، فتأخذ أحيانا الغنائم منها. هناك متسلق بارع آخر في عالم القطط، إنه أسد الجبال. إنه رائع في تسلق الأشجار. قد يكون أسد الجبال بارعا في تسلق الأشجار، لكنه ليس بارعا في النزول عنها. إنه قط صغير يسود على باقي الحيوانات على الأشجار.
أغلب القطط يمكنها التسلق جيدا، لكن القط الخارق يجب أن يكون متسلقا استثنائيا. سيحصل على هذه المهارة من القط الأصغر حجما. أفضل المتسلقين قط المارجي والنمر الملطخ. قط المارجي صغير يعيش في غابات أمريكا الجنوبية والوسطى. في هذه اللقطات النادرة يظهر قط المارجي مهارات تسلق فريدة بسبب ليونة كاحليه. تعود مقدرة التسلق لدى قط المارجي لقدرته على تدوير كفيه 180 درجة، مما يعطيه قبضة جيدة على أي خصن. إذا أردنا قطا خارقا بمهارة تسلق عالية، نحتاج إلى كاحلين ككاحلي قط المارجي. قطنا الخارق يمكنه الجري سريعا والتسلق، أيمكنه القفز عاليا؟ الأرجل الطويلة والعضلات القوية ستمكن القط الخارق من القفز عاليا عن الأرض. القط الخارق يركض سريعا كالريح ويقفز عاليا في الهواء ويتسلق جيدا. هناك صفات أخرى، القدرة على السباحة جيدا. معظم القطط تكره أن تبتل بالماء، لكن لكل قاعدة شواذ. هناك قطط تعلمت حب المياه وأصبحت سباحة ماهرة. الجاغوار الأمريكي المرقط عرف عنه القدرة على السباحة عبر قناة بنما، ونادرا ما يغادر المياه. والنمر أيضا. النمور تعشق المياه وتحب أن تبلل جسدها للاسترخاء وتبريد نفسها. النمور في منطقة سندربانز الهندية تستطيع السباحة وتجبر فرائسها على النزول إلى الماء لتتمكن من قتلها. بركة أنتل تساعدك على الحصول على نظرة جيدة على النمور السباحة. هذا شيء لا تراه كل يوم. إنه رائع. إنه رائع جدا. لا أصدق قدرة هذا الحيوان على السباحة، وكأن يديه الأماميتين تعملان كالمجاذيف. تجديفه كتجديف الكلاب، فهي لا تستخدم أرجلها في الدفع. نعم، الأرجل الخلفية كأنها تحاول الوصول إلى السطح، والأمامية تقوم بدفع وزنها عبر الماء. انظر إلى هذا النسيج، إنه كالزعانف. لا عجب أنها قادرة على السباحة جيدا. هذا رائع. نعم، هذا رائع جدا. القطط القادرة على التكيف مع الماء هي قطط صيادة للسمك بامتياز. هذه القطط المهددة بالانقراض تعيش في مستنقعات جنوب شرق آسيا. النسيج بين أصابعها يجعلها نمورا مميزة، ليس لأنه يساعدها لتكون سباحة ماهرة، بل لأنها تستعمل هذا النسيج كمصيدة لصيد السمك. إذا أردت الاختيار بين كف الفهد الصلب الذي يساعده على الركض أو الكف المنسوج للسباحة، فسأختار الكف المنسوج ليتمكن من السباحة. القط الخارق قادر على الجري والقفز والتسلق والسباحة. أعطى الفريق القط الخارق جميع الصفات التي تجعل منه رياضيا متعدد المهارات. عليهم التأكد الآن أن هذا القط المميز هو صياد ماهر. القطط ليست فقط آكلة للحوم، لكنها شبه آكلة للحوم. لكن غالبا هناك شيء واحد على قائمة طعامها، اللحم. القط الخارق لديه اللياقة اللازمة للقبض على فريسته، والآن يجب عليه قتلها. كل القطط لديها أنياب طويلة جدا تساعدها على قتل فرائسها، وتمكنها من مسك الحيوان من رقبته وخنقه أو كسر فقراته وعموده الفقري أو قطع الشريان الرئيسي المغذي للدماغ. إذا تمكنت من ذلك فستموت الفريسة. حين يقتل القط فريسته يقطع لحمها بأنيابه، لكن الطريقة المثلى لقطع اللحم بالأسنان الطاحنة. الأسنان الطاحنة هي أضراس أمامية كبيرة تساعد الحيوان على قطع اللحم بشكل عمودي. تدور رأسها بشكل جانبي لتتمكن من قطع اللحم بأضراسها الحادة، فتقطع قطعا كبيرة، لذا تراها تأكل من الجنب إلى الجنب.
لكن القطط شبه آكلة اللحوم، لا يمكنها مضغ أو طحن طعامها. هذه مجموعة من الجماجم المتنوعة، هذه للأسد، وهذه للنمر، وهذه للنمر الملطخ، وهذه للقط البري. حجمها مختلف بعدد أسنان واحد. إذا نظرنا للجمجمة من الداخل سنرى أن الأضراس كبيرة والخلفية لا تستخدم. هذه الأسنان تشبه إلى حد كبير أسنان الحيوانات آكلة العشب، لكن القطط لا تمضغ. إذا نظرنا للفك السفلي وحركناه للأعلى سنرى أن هذه الأسنان مصممة للتقطيع ولا يمكنها التحرك بشكل جانبي. يبدو أن هذا الحيوان ليس مهيئا ليمضغ، لكنه مهيئ للقتل. الحارق يحتاج الأنياب بشكل أساسي، لكن السؤال أنياب من؟ القط الخارق يحتاج أفضل سلاح للصيد، الأسنان. القط سيفي الأنياب أو ما يسمى أسمايلودون أرعب ثدييات أمريكا الشمالية منذ ملايين السنين. رغم أن سمايلودون لديه أنياب كبيرة هي الأكبر بين آكلات اللحوم على الإطلاق، إلا أنها ضعيفة. إذا نظرت من الجانب سترى مقطعا عرضيا صغيرا، ستراها قوية من الأمام والخلف، لكن إذا ضغطت عليها من الجانبين ستكسرها. إنها هشة، إنها أضعف من أسنان الأسود والنمور وأي صنف من القطط. انقرض سمايلودون منذ 10,000 عام. القطط اليوم لديها بنية أسنان مختلفة. القطط اليوم لديها أنياب ذات مقطع عرضي مدور الشكل. إذا عضت هذه الحيوانات عظام رقبة فريستها فستضغط عليها بقوة، وأسنانها ستتحمل الضغط بسبب هيئتها مدورة الشكل. وهذه بنية الأسنان التي نريدها لقطنا الخارق. القط الخارق لن يحصل على أنيابه من إحداها. هناك قط آخر صغير الحجم ومتحفظ في معيشته ولديه أسنان مثيرة للإعجاب. إنه النمر الملطخ. لاحظ العلماء الذين يدرسون القطط المراوغة في تايلاند أن أنياب هذا النمر الملطخ تشبه إلى حد كبير أنياب النمر، لكن حجم النمر أكبر ب10 مرات من الملطخ. لديها أكبر أنياب بين كل القطط الموجودة في العالم. إنها صيادة ماهرة. طريقة صيد القطط هي عض حنجرة الفريسة. هذا القط لديه أنياب كبيرة تمكنه من عض جمجمة الفريسة، تثقبها إذا أرادت ذلك. القط الخارق حصل على سلاحه السري أنياب النمر الملطخ، لكن إذا أراد القط الخارق القبض على فريسة بحجم كبير فإنه يحتاج فكين قويين وأسنانا طويلة. لذلك سنحتاج ملكة الحيوانات المفترسة. إذا أردنا العثور على فكين قويين نجدها عند اللبؤة تقبض على فريستها بأسنانها ولا تتركها. لديها قوة هائلة على الإمساك بالفريسة والعض عليها. تطبق فكيها على الفريسة بشكل قوي ولا تتركها أبدا. السر وراء عضة الأسد القوية واضحة بشكل جلي. انظر إلى هذه القناة في أعلى الفك. هنا عضلات الفك التي تقبض الفك للأعلى وتطبق الفكين على بعضهما. يمكن حساب قوة الفكين لأي حيوان كالأسد بالنظر لتركيبة جمجمته. القط البري الصغير هذا لديه قوة فكين تعادل 110 نيوتن. الطعام المفضل للقط البري الأمريكي هو الأرنب. إذا نظرنا لأقوى قط في القارتين الأمريكيتين، القط الأمريكي المرقط لديه قوة فكين تعادل 1100 نيوتن على رؤوس أنيابه في كل عضة. القط الأمريكي المرقط يستخدم فكيه لاختراق جمجمة التماسيح الاستوائية. أما القطط الكبيرة كالأسود والنمور فإن قوة فكيها تعادل 1800 نيوتن على رؤوس أنيابها في كل عضة.
هذا يعادل قوة ضغط رجلان ضخمان واقفين على قلم رصاص. لكن الضريبة التي تأتي مع الفكين القويين هي دماغ أصغر. هناك شيء مثير. إذا نظرت إلى هذه الجماجم سترى أن القط البري لديه تجويف دماغ كبير، وكلما زاد حجم الجسد نرى أن الدماغ يصغر شيئا فشيئا، وكأنها تضحي بقوة العقل من أجل الحصول على قوة وحشية. النمر استثناء، لديه نفس قوة فكي الأسد، لكن دماغه أكبر بنسبة 16%. يرى بعض الناس أنه من الغريب أن يكون للنمر دماغ أكبر من الأسد، لأنهم يعتقدون أن الحيوان الاجتماعي أذكى عادة من الحيوان المنعزل. بخبرتي في التعامل مع كل من الأسد والنمر، أرى أن النمور هي أكثر ذكاء من الأسود، فهي تعمل على حل مشاكلها ولديها تركيز أكبر. القط الخارق يحتاج دماغا وأيضا يحتاج عضلات قوية تجعل منه حيوانا مفترسا. سيكون له فكان قويان وقوة عقلية تقارب قوة دماغ النمر. النمر كمعظم القطط يصطاد وقت الليل، وكذلك القط الخارق يجب أن يصطاد ليلا. الأفضل الاصطياد ليلا، لأنه من الأسهل اصطياد الحيوانات حين لا تستطيع رؤيته. تطورت الرؤية الليلية لدى القطط بشكل استثنائي. كمعظم الحيوانات المفترسة لها نظرة أمامية مجهرية، تتداخل الرؤية من كلا العينين لتعطيها تقديرا جيدا للمسافة والبعد. هذه الصفات حاسمة للانقضاض على الفرائس. يرى العلماء أن قدرة الرؤية الليلية لدى القطط أفضل بست مرات من الإنسان. هذا شام الوشق الأوراسي، ويعرف بأن لديه أقوى رؤية ليلية بين كل القطط. عندما تضيء بضوء على عينيه ينعكس الضوء ويلمع بشكل واضح. أصل تسميته من الكلمة اليونانية التي معناها اللمعان. يدخل الضوء إلى عيني القط ويمر عبر الخلايا الحساسة للضوء في الشبكية، ثم ينعكس من غشاء عاكس يسمى البساط الشفاف، ثم ينعكس الضوء ليعود وينشط الخلايا الحساسة في الشبكية مرة أخرى. للوشق بؤبؤ عين واسع جدا، يتوسع هذا البؤبؤ أحيانا ليغطي العين كاملة، سامحا للمزيد من الضوء بالدخول والانعكاس من الغشاء العاكس. لكي يتكيف الوشق مع هذا البؤبؤ الواسع، فإنه يحتاج عدسة عين وقرنية واسعتين وشديدتي التقعر لكي تمنع تشتت الرؤية الجانبي. هذا يجعل تجويف العين الأمامي كبيراً بشكل استثنائي. حيوان لديه عينان رائعتان كهذه هو واحد من القطط الخارقة. أثناء النهار يغلق الوشق بؤبؤ عينيه إلى حد كبير لكي تمنع الضوء الساطع من إلحاق الضرر بعينيه الحساستين. لا تحتوي عيناه على مستقبلات اللون الأحمر، فيرى العالم كمشهد كئيب بين الأزرق والأخضر. لكن ذلك ليس مهما له، فقط الوشق بإمكانه أن يرى فأرا على بعد 75 مترا. بقوة نظر قط الوشق الثاقبة سيكون القط الخارق جاهزا لأي رحلة صيد في النهار كانت أم الليل. لكن الصيد يحتاج حواسا أخرى غير النظر. يجب على القط الخارق أن يسمع فريسته أثناء قدومها. إذا أردت العثور على خاصية سمع قوية تجدها عند القط الأنمر. القط الأنمر هو قط إفريقي صغير يزن 11 كيلوغراما، ولديه أذنان كبيرتان تشبهان الرادار. آذان مخروطية بارزة، كل أذن تتحرك بشكل مستقل، تسمع فريستها وتحدد موقعها وتهاجمها قبل أن تشعر. سأعطي القط الخارق آذان القط الأنمر.
مع أذنين كبيرتين وحساستين يستطيع سماع الأرنب من على بعد 45 مترا. القط الخارق أصبح جاهزا تقريبا للصيد. القطط أسياد الصيد. القليل من الحيوانات يمكنها التحرك في الغابة بهذه الخفة أو الزحف بسلاسة عبر الأعشاب على بعد إنشات من فريستها. فعامل المفاجأة مهم. القطط خبيرة في التخفي في بيئتها. القطط التي ليس لديها خطوط أو رقع ذات نمط على أجسادها كالأسد والوشق تعيش عادة في المناطق التي لا أشجار كثيرة فيها للتخفي بظلالها. القطط التي لديها خطوط أو رقع نمطية على أجسادها تعيش عادة في الغابات. الفهد حالة شاذة لهذه القاعدة. الفهد يصطاد في النهار وفي المناطق السهلة والمفتوحة، لكنه حير العلماء بجلده المرقط. جلد القط الخارق يجب أن يكون ذا نمط مموه. السؤال، أنريد نمطا ذا رقع أم ذا خطوط؟ النمر لديه جلد مخطط. معظم القطط لديها بقع مرقعة جميلة. للأسف الإنسان اشتهى هذه الجلود وأصبحت القطط ضحية جمالها الخلاب. لكن هناك خيار آخر ربما يكون بديلا جيدا للصيد في الليل. النمر صاحب الجلد الأسود. في الحقيقة لا وجود للنمر الأسود. ما يسميه الناس بالنمر الأسود هو نمر أو فهد أو أسد جبال مسود الجلد. هذا بوجان، ذكر نمر أسود اسود جلده، فلو نظرت عن قرب سترى نمط البقع امتزجت مع بعضها البعض، لكنه في الأصل نمر مرقط. اسوداد الجلد سببه جين متنحن مزدوج كالجين المسؤول عن اسوداد شعر الإنسان. عثر العلماء على جين اسوداد الجلد في 15 صنفا من القطط على الأقل. هذا يبين لنا أن جين اسوداد الجلد قد يكون مفيدا لهذه الأصناف، لكننا لا نعرف إن كان مفيدا للصيد أم التكاثر. لكن ما نعرفه أنه إذا تطور جين معين في بعض أصناف الحيوانات فلا بد أن له فائدة ما. هناك دراسة تقول إن جين اسوداد الجلد له فائدة بجعل القطط أكثر مقاومة للعدوى الفيروسية، وهذا يفسر وجود هذه النمور السوداء في المناطق التي انتشرت فيها أوبئة كماليزيا وجزيرة جاوا الإندونيسية. إعطاء قطنا الخارق جلداً أسود سيجعله متفوقاً في الظلام. القط الخارق سيكون ذا جلد أسود، لكن أله لبدة كالأسد؟ نعم، يجب أن تكون له لبدة كالأسد. ما هدف وجود لبدة؟ ولماذا القط الخارق يجب أن تكون له واحدة؟ يحتاج لبدة الأسد لتعطيه درعا واقية وتظهره قويا. الأسد الذكر هو القط الوحيد الذي لديه لبدة، والعلماء تساءلوا لماذا؟ إحدى النظريات قالت إن اللبدة تحمي الأسد من الإصابات. يعيش الأسد حياة عنيفة، واللبدة تساعده ليتكيف بشكل جيد مع بيئته ولتحميه من الأخطار القاتلة. نظرية أخرى تفسر وجودها بجذب الإناث. هذه النظرية تشير بأن اللبؤة تفضل الأسد ذا اللبدة الكبيرة داكنة اللون وتنجذب إليها. نفس البحث العلمي يشير أن الأسد صاحب الشعر الطويل الداكن لديه نسبة أعلى من هرمون التستوستيرون، والأسود الأخرى تهابه، ويثبت أنه قادر على حماية قطيعه. على ما يبدو الأسود الشقراء لن تحصل على كل المرح، لكن الشعر الطويل الداكن يشكل عبئاً على الأسد، فهو يزيد من حرارة جسده، وهذا ليس جيداً. لبدة الأسد ترسل إشارات التزاوج كقرون الأيل أو ذيل الطاووس.
الشعر الطويل والداكن يدل على قوة الأسد وذكورته، لكنه يسبب عبئا كبيرا، وحده الأسد القوي قادر على حمله. أعتقد أن القط الخارق يجب أن تكون له لبدة داكنة وطويلة جدا. مع لبدة الأسد المهيبة هذه سيتمكن القط الخارق من جذب العديد من الإناث ويخيف بها كل منافسيه. كل ما نريده الآن هو الصوت. يمكن سماع زئير الأسد من عدة كيلومترات في الأراضي العشبية. إنها طريقة يتواصل بها مع أفراد القطيع ويحمي منطقته. تعيش الأسود في مجموعات اجتماعية كالقطيع لكي تحمي أفضل المناطق. تلك التي تعيش في تلك المناطق تصيد أكثر الفرائس وتنجب الكثير من الأشبال. يجب على القط الخارق أن يعيش مع قطيع أيضا، لكنه يحتاج الصوت القوي ليتواصل مع أفراد قطيعه. من المعقول القول إن صوت القطط الصغيرة مواء والقطط الكبيرة زئير، لكن يصعب تصنيف هذه الأصوات. هذا الصوت يبدو كصوت قط غاضب. هذا محير. يبدو كثغاء الخروف. يبدو كأنه يخنق شيئا ما، ربما نفسه. لا أعلم صوت من، لكنني لن أمشي في البرية بجانبه، إنه مخيف. إنه نمر. أهذه قطة؟ لم أكن أعلم أن القطط لديها أصوات مختلفة. القطط تصدر أصواتا وتزمجر وتهمس إذا تعرضت لموقف عدائي، لكن صوت الزئير هو ما يميز النمر والأسد. للأسود والنمور قدرة رائعة لإطلاق صوت الزئير المخيف، ويسمع من على بعد كيلومترات. كل من صوت زئير الأسد والنمر يصل مداهما إلى 114 درجة ديسيبل، وهذا شبيه بصوت طائرة النفاثة تطير على ارتفاع 30 مترا. هذه الحيوانات تصدر زئيرا صاخبا، لابد أن لديك خبرة في هذا. إنه صوت صاخب جدا، تشعر بأن هذه الاهتزازات تخترق جسدك. عندما ينطلق صوت الزئير تشعر بأنه يدخل في صدرك ويخرج من أصابع قدميك. رائع أن نرى العلم اليوم يفسر سر صوت زئيرها الصاخب. إذا نظرت إلى حنجرة هذه الحيوانات سترى أن لديها أوتارا صوتية مربعة الشكل، وهي مرنة جدا، فعندما يندفع الهواء عبرها فإنها تولد هذا الصوت الصاخب ذات التردد المنخفض. تحتاج القليل من الهواء لإصدار هذا الصوت، فذلك يمكنها من إصدار صوت الزئير لوقت طويل، ويجعل من الصعب سماع أي شيء آخر. لذا على القط الخارق أن يصدر صوتا كزئير النمر. أوافق. اللايجر العملاق لديه قوة فكين تقدر بضعف قوة أي قط آخر، لكن الحجم الكبير ليس كل شيء. إذا وضعنا اللايجر زوس في البرية لا أظن أنه سيعثر على فريسة، فهو ضخم جدا وكسول. إذا كنت ضخما جدا لا يمكنك الركض طويلا، لأن ذلك سيرفع حرارة جسمك وقد تصاب بنوبة قلبية. الفهد الذي يزن 30 كيلوغراما يمكنه الركض عدة مئات من الأمتار، لكن درجة حرارة جسمه ترتفع بشكل سريع إلى 40 مئوية، عندها عليه الاستراحة. الأسد بوزن 130 كيلوغراما بإمكانه الركض 100 متر، بعدها يستريح. اللايجر بوزن 400 كيلوغرام لا يمكنه الركض 50 مترا دون التقاط أنفاسه. القط الخارق المتواجد في الطبيعة مخيف، لكنه لا يشبه نموذجنا المثالي للقط الخارق. إنه كبير جدا ببساطة. إذا أردت تصميم نموذج قط مثالي يجب أن لا يكون كبيرا جدا ولا صغيرا جدا، بل متوسط الحجم، تقريبا بحجم أسد الجبال. أسد الجبال لديه العديد من المهارات. إنه صياد ماهر، يقفز بشكل جيد، وهو متسلق بارع.
حجمه جيد نسبة لحجم القط الخارق، لكن أسد الجبال ليس سريعا كالفهد أو قويا كالنمر، وليس رشيقا كالمارجي. لماذا لم يتكيف أي منها ليكون لديه كل هذه الصفات؟ يمكن تفسير هذا فيزيائيا، فلا تستطيع وضع رأس النمر الكبير على عمود فقري مرن. لا يمكنك أن تكون سريعا وقويا في نفس الوقت. كل صنف من عائلة السنوريات يمتاز بوظيفة معينة للبقاء على قيد الحياة. كل شيء يقوم على مبدأ التنازل عن شيء مقابل شيء آخر لتتكيف لتعيش في بيئتك. لكن القط الخارق هو خارق في كل شيء، فما البيئة التي سيعيش فيها؟ وما نوعية الحياة التي سيحياها؟ بسبب خبرائنا عرفنا أن القط الخارق يعيش مع قطيع، والقطيع يحتاج إلى غذاء. قطعان الأسود تعيش في المناطق العشبية، وهناك العديد من قطعان الفرائس كي تتغذى عليها. لا يوجد هناك قطعان نمور أو قطط أخرى تعيش في الغابة، فالغطاء النباتي كثيف جدا يمنع الفرائس من العيش هناك على شكل مجموعات. لكن هناك نوع آخر من الغابات في العالم، غابة مليئة بالفرائس بطيئة الحركة يتغذى عليها، المدينة. ولأن موطن الإنسان ينتشر بشكل كبير حول العالم، فإن موطن القطط يقل شيئا فشيئا. في القارة الإفريقية هناك 9 أصناف من القطط، 6 أصناف منها مهددة بخطر الانقراض. ونفس الحكاية في كل من قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية. النمر المخطط والنمر المرقع والنمر الأمريكي كل منها تقل أعدادها شيئا فشيئا. الحيوانات القادرة على التكيف مع بيئة الإنسان هي الوحيدة القادرة على البقاء. هناك تكيف واحد يحتاجه القط الخارق. حيث الكثافة السكانية للبشر في ازدياد، يجب أن تكون للقط الخارق قدرة على البقاء والعيش ضمن الحضارة البشرية. بين القطط الكبيرة هناك نوع واحد قادر على التكيف مع التغير الحضاري، إنه أسد الجبال. نراه بشكل متزايد يطرق أبواب منازلنا. أسود الجبال اختفت من شرق جبال الروكي لقرن من الزمان، لكنها أصبحت تظهر شيئا فشيئا في الغرب الأوسط الأمريكي، خصوصا في مناطق الضواحي. فما الذي جاء بأسود الجبال؟ هناك نظرية تفسر لماذا عادت أسود الجبال ترتكز على وفرة الطعام. عثرت أسود الجبال على الطعام في مناطق الضواحي، واستطاعت التكيف مع بيئتنا. لكن إذا أراد القط الخارق أن يعيش في المدينة، فهناك نوع واحد فقط من القطط يمكنه مساعدته، إنه القط المنزلي. هذه القطط لديها بشكل واضح كل المهارات التي تحتاجها للبقاء والعيش في المدينة. حتى دون مساعدة الإنسان تستطيع القطة العثور على الطعام والمأوى. القط الخارق سيحصل على ذكاء الشوارع منه. إنه من السنوريات التي تتميز بمهارات رياضية قوية، لكن القط الخارق يعيش مع القطيع، مما يعني أنه يحتاج الكثير من الطعام ليبقي مجموعته على قيد الحياة. وهناك كائن وحيد يعيش ويتواجد في الشوارع بعدد كاف لإبقاء القط حيا، إنه نحن. إذا وجد هذا الكائن فسيكون حيوانا رائعا، ومن الجميل أن أراه وأرى ما يمكنه أن يفعل. جيد في القفز، سريع وذكي، حيوان رائع، أتمنى أن أراه. سيكون متوحشا ومثاليا للبقاء حيا. القط الخارق مجهز بقوة خارقة تليق باسمه، لكنه كائن من مخيلتنا، وهو ليس قطا تريد أن تلتقي به.